100% دلوقتي. طبعا مملكة البحرين تسعى دائما لأن تكون أكثر البلدان أمان، سواء من خلال نص القوانين اللي تحافظ على حقوق المجتمع وتكافح كافة أنواع الجرائم. طبعا يعني من بين الجرائم هي الجرائم الإلكترونية اللي بدأت تأخذ حيز كبير من حياتنا وتلحق ضرر كبير وآثار جانبية سواء كانت مادية أو معنوية. بالضبط، هناك في مسؤولية مجتمعية تتعلق بمواجهة الإشاعات، وأنه يقوم كل واحد منا بدوره للحد من انتشار الشائعات اللي تلحق يمكن الضرر مثل ما قالت لولو بالمجتمع كله، مو بفيني ولا فيك ولا في مجتمع بسيط، لا بالمجتمع كله. نعم، وخصوصا في وقت الأزمات أشوف أن الناس فعلا تستغل هذا الوقت يعني تبتدي تثير المزيد من الشائعات. وفي هذا الإطار تقوم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمسؤوليتها المناطة بها وتأخذ الإجراءات القانونية بحق كل مروج للإشاعات واللي يقومون هذين بارتكاب جرائم. ورغم الظروف الحالية ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، راح نتكلم أكثر مع سعادة النقيب محمد عبد اللطيف العبدالله رئيس فرع بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني. مساك الله بالخير، راح نتكلم معاك اليوم أكثر عن الشائعات في زمن الكورونا. مساك الله بالنور، بإذن الله. يا مرحبا، سعادة جدا بوجودك معنا. الشائعات بشكل عام خاصة في مثل هذه الظروف اللي ما نقول البحرين تعاني منها، العالم كله يعاني منها، دوركم في رصد هذه الشائعات؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أني أشكركم أخي فواز وأختي الدكتورة غلوة، وأحب أشكر المواطنين والمقيمين اللي بالفعل أثبتوا بأنهم مجتمع واعي وأنهم ماخذين الاحترازات المتبعة من الجهات المعنية. وبخصوص الموضوع عن الجرائم الإشاعات وآلية رصد الشائعات هذه، احنا طبعا في عندنا قرفة ومعززة بموظفين. جميل. ودورهم ذي بالضبط اللي هو رصد الشائعات والأخبار الكاذبة التي تتناقل في وسائل التواصل الاجتماعي، بدورنا نرصدها بشكل يومي ونتأكد من هذه الخبر هل هو بالفعل خبر صحيح أو لا، ويتم تحليله، وإذا كان الخبر شائعة نقوم بمحاولة الرد على هذه الشائعة بحيث أن تصل إلى المجتمع بشكل صحيح. نعم، يعني لو نتكلم عن الأعداد اللي رصدتوها، هل هناك في أعداد كبيرة من الشائعات؟ تقريبا إذا نتكلم عن شائعات وتم أخذ إجراء فيها نتكلم عن 81 قضية تم أخذ إجراء فيها. 81 قضية. أي نعم. جميل جدا. لو بنتكلم عن العقوبات اللي قررها القانون بحق من يروج للشائعات. طبعا العقوبة تصل حق الشخص اللي يذيع أخبار كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، نتكلم عن الانستغرام، التويتر، الواتساب، إن كان شيء مكتوب ولا إن كان شيء فيديو ولا فويس، جميع هذه الأشياء ممكن إن هي تصير إذا كانت خبر كاذب وانت سويته وارسلته او انت قمت بإعادة ارساله، جميع هذه الامور ممكن ان تخليك في جريمة إذاعة خبر كاذب. نعم. واللي تصل عقوبتها للحبس مدة سنتين وغرامة تصل ل200 دينار. نعم. يعني حتى بعض ساعات بعضنا يغفل، يقول انا مثلا يرسل شيء واذا تقول له يقول لك انا بس سويت له فورورد او اعاده كما ارسال وصلني كما وصلني او منقول، ويضيفها بعد تحت هو يكتب كما وصلني على انه يبعد الشيء القانوني عنه. نعم. ولكن للاسف في بعض الاشخاص يجهل هذه المعلومه، انت اذا قمت باعاده ارسال هذه المعلومه واللي ممكن انها هي تسبب اضطراب في الامن، ممكن ان انت خليت نفسك يعني في موقع مسؤولية، صحيح. وممكن ان انت تحاسب قانونا على هذا الشيء اللي ارسلته. يعني سعادة النقيب عندي سؤال كذا خطر لي. نعم. يعني الحين احنا ساعات نشوف ان في شخص بدون قصد يرسل حق جروب او اصدقائه معلومه هو يعتقد ان هي صح، هو يعتقد. نعم. هل هذه بعد يقع ضمن هذه الاشخاص اللي ممكن ان يكون اذاعه خبر؟ احنا دائما ننصح الناس انت لا تقوم بارسال هذه المعلومه الا بعد ما انت حصلتها من مصدر رسمي ومصدر صحيح وموثوق 100%، لان انت اي معلومه انت بتاخذها من اي مصدر وبتقوم باعاده ارسالها وانت متوقع انها هي صحيحه، ولكن هذه المعلومه اثارت اضطراب في الامن العام. صحيح. ولا في السكينه، فانت
سبب كنت في هذه الاضطراب، ترويج المعلومة الخاطئة وبالتالي النتائج المترتبة عليها. في هذه الموضوع بالتحديد لولو ونقيبة محمد، معنا زميلنا يحيى العمري عاد لنا تقرير عن نفس الموضوع اللي نتكلم عليه. خلونا نروح نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم عن موضوع الجرائم الإلكترونية والقوانين الخاصة فيها مع النقيب محمد. بتوازن وانسجام كبيرين تواصل الإدارات والأقسام التابعة لوزارة الداخلية في أداء مهامها الوطنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في شتى المجالات، إلا أن ما تمر به مملكة البحرين من ظروف استثنائية خلال تعاطيها مع فيروس كورونا المستجد تتعاظم المسؤولية على منتسبي إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية على وجه الخصوص، لكونها الجهة المسؤولة عن متابعة ما يتم بثه في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ظل هذه الظروف الحساسة بات لابد من التأكد من كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منعا من انتشار الإشاعات التي قد تعيق عمل الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس. ومنعا لذلك وفرت وزارة الداخلية كل طاقاتها لدعم جهود فريق البحرين ليتمكن بكل نجاح من تجاوز هذه المرحلة. فقد كثفت الوزارة جهودها الرقابية والتثقيفية والأمنية، وذلك بهدف ضمان الأمن المعلوماتي والأمن الإلكتروني لجميع مستخدمي هذه الوسائل من أن يتلقوا معلومات خاطئة أو الترويج لها، وهو ما يؤثر بالتأكيد على الصالح العام. وعي الشارع البحريني هو الركيزة التي تنطلق منها وزارة الداخلية في التعامل مع مثل هذه الظروف، حيث تراهن الوزارة على المسؤولية المجتمعية في عدم نشر الإشاعات والتعامل معها بحس وطني واجتماعي عال عبر التبليغ عنها من خلال الأرقام الخاصة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. التعاون المستمر بين إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والجهات الأمنية والصحية المسؤولة الأخرى يؤكد سعي الوزارة الدائم لتحقيق كل ما يضمن للمواطن حصوله على المعلومات والتوجيهات الصحيحة والموثوقة خلال المرحلة المهمة التي تمر بها المملكة والعالم. أعد لكم مجددا وسعادة النقيب، يعني الشائعة تصدر إذا ما كان في معلومات أو في بطء في نشر المعلومة، لكن إحنا نشوف أن مثلا حكومة البحرين ما شاء الله عليها عندها شفافية والسرعة في نشر المعلومات تخلي أي إشاعة يعني تضحنها بشكل مباشر. وأنتوا عندكم علاقة مباشرة مع الإعلام الأمني، لو تكلمني عن هذه العلاقة وشلون تساهمون في الحد من انتشار الشائعات. شوي طال عمرك، احنا الاعلام الامني احنا يعني في نفس القالب ان نشتغل مع بعض، ولكن لو خلينا نقول طلعت اشاعه احنا نتاكد من هذه الاشاعه. خلينا نقول طلع مثلا معلومه عن احد البنوك في مملكه البحرين ولا عن اي جهه من هاي الجهات، احنا بالحال نتصل حق هذه الجهه ان كانت معلومه خاصه. مثلا خلينا نقول ان في احد البنوك قال ان احنا يا جماعه بنوقف حساباتكم لاي سبب ما، انتشرت هاي الإشاعة. صحيح. احنا في الحال نتصل حق هذا البنك ونتأكد هل هاي المعلومة صحيحة ولا لا. اذا تأكدنا من المعلومة انها هي إشاعة وخاطئة نتوجه طبعا على طول مع الإعلام الأمني بحيث ان احنا بطريقة خاصة ان احنا نوصل المعلومة بطريقة صحيحة حق المجتمع ان هذه إشاعة ولا تصدقوها. نعم. جميل جدا. مدام تكلمت عن هذا الموضوع بالتحديد لما يكون عن بنك معين، عن وزارة، عن جهة، عن شركة معينة، اليوم في عصر السوشيال ميديا وعصر الحسابات اللي منتشرة على كل منصات التواصل، تويتر، انستغرام، فيسبوك وغيرها، وقاعدة تزيد، لو شفنا حساب واحد حاط إشاعة ولا حسابين، هذه بعد أنتوا تردون عليه ولا تنتظرون لما الإشاعة تكبر؟ لا احنا ما نرد على أحد، ما نقول لا احنا ما نرد على أحد نقول له والله أنت قاعد تقول خبر كاذب. احنا إذا شفنا شخص نشر معلومة كاذبة احنا ناخذ اجراء ضده، لان احنا مثل ما قلت لك عندنا فريق رصد ومتابعه حق وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر. جميل. فاحنا ما ننتظر شخص يقدم بلاغ يقول لنا والله الحساب كتب اشاعه، احنا نعم. بنفسنا نشوف الخبر دي ونشوف مدى اثره على المجتمع البحريني وبعدها يتم اخذ اجراء ضده. يعني ما في داعي ان شخص يتوجه مباشره بتقديم شكوى حول شائعه معينه، ممكن يتقدم اذا هو تاثر شخصيا ومثلا تم سبه ولا قذفه هو لابد من انه يقدم بلاغ. اما اذا كان مثلا الخبر اشاعه كاذبه ولا التحريض على طائفه معينه ولا احد الملل والطوائف
فإحنا نأخذ إجراء بروحنا من خلال هذه الغرفة. ممكن أنت شفت معلومة وحاب أن توصلها، اتصل على الخط الساخن 992 عندنا وبناخذ إجراء فيها. زين طال عمرك دام أنت تكلمت عن ذي الموضوع، التعليقات هي. يعني في بعض الحسابات تحط وتقول أن يعني أنا لا أتحمل المسؤولية القانونية تجاه أي تعليق في الحساب. ونشوف أنه حاط خبر ونشوف التعليقات يعني حدث ولا حرج. حدث ولا حرج بالضبط. طبعا اللي علق اللي حط الكومنت خلينا نقول هو بيتحمل مسؤولية الكلام اللي كتبه. يعني مو مثلا احنا خلينا نقول صاحب الحساب، احنا على تواصل مع جميع الحسابات المشهورة في البحرين على فكرة، فاحنا ممكن لو شفنا خبر غير صحيح نتواصل معاه بشكل مباشر، ولكن اللي ناخذ اجراء ضده اللي الشخص اللي كتب صاحب اللي حارب على طائفة معينة ولا اللي كتب معلومة خاطئة ولا اللي ساب، هذا اللي تم اخذ اجراء. جميل جدا. نعم. والله جميل جهودكم جدا. كبيره يعني في الحقيقه ومقدره اللي قاعد تقومون فيه وترصدون كل اللي قاعد يدور في وسائل التواصل الاجتماعي. راح نرجع لك اكثر، لكن خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم اكثر عن الشائعات وغيرها من المواضيع المتعلقه بالجرائم الالكترونيه. يعني ساعات نسمع عن بعض الإشاعات الخاصة بإشاعات الفساد، يعني هل ممكن أن هذه الجريمة تمتد وتروج إلى إشاعات أكثر وتوصل إلى مثلا جرائم أخرى مثل الاحتيال وغيرها؟ بالفعل ممكن، وواجهنا مثل هالنوع من الجرائم خاصة في أشخاص يستغل هذه الأزمات يقوم يسوي خبر مثلا وينشره. نعم. زين للأسف أن في بعض الأشخاص يقع ضحية في هذا الجرم، اللي هو أعطيك مثال، مثال صار بالفعل أن في خبر انتشر أن ترى أحد البنوك وقف حساباتكم ولتفعيل حسابك أنت أضغط هذا اللينك الرابط. نعم. الرابط. أنت تدخل على الرابط وفي رقم هاتف بعد يقول لك. نعم. اتصل عليه على أساس أنه هو يكلمك وأنه تتبادل معه المعلومات، في النهاية يقوم يسرق حسابك البنكي. نعم. هذه أحد الجرائم، ولكن بعد في يعني بعض الجرائم الأخرى اللي يرسل لك لينك وأنت بس تضغط اللينك يخترق حسابك. بالضبط. وأنت يمكن أصلا ما تدري أنه تم اختراق حسابك ويخلي المعلومات عنده لي يمكن فترة يستخدمها. بالضبط. يعني حتى أنت ممكن أنت خليت نفسك عرضة. نعم. أن أنت يتم اختراق حسابك بس لأنك قاعد تتابع الشائعات وكل شيء تشوفه من مصدر غير مشروع تدش عليه. بالضبط. أنت خليت نفسك عرضة. فعلا فضوله هو اللي وصله حق هذا النقطة. إحنا في مجتمعنا مجتمع واعي. كنا نتكلم سابقا عن أن شلون الخدمات الإلكترونية إحنا فعلا واعيين فيها وكنا مستعدين وشلون عندنا قدرة أن ما يصير عندنا اختراق. وحين بعد نأكد أن مجتمع البحريني لازم يكون مجتمع واعي في هذه الأمور وما يستسلم، يعني ما ينصح أي إشاعة يسمعها. بالضبط. ما يفتح أي لينك يوصله، ويعني فعلا أكيد أنتم عندكم نسبة وتناسب وتشوفون أن البحريني عنده وعي في هذا الموضوع. إحنا الحمد لله ترى نقوم بدورات ويعني تدريب بشكل شهري ومكثف يعني. هي مكثف عندنا ونروح حق الجامعات والوزارات والبنوك بشكل دوري. ممتاز. والحمد لله لا أشوفه يعني أن الشعب يعني الحمد لله بشكل كبير أن الكل واعي والكل يعرف أنواع الجرائم اللي قاعدة تصير. للأسف اللي يقع ضحايا في مثل هذه الجرائم يكون شخص يعني هو خلى نفسه يقع ضحية لأنه أصلاً في البداية هو ما يقرأ، ما يدش في، ما يتابع وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية. نعم. ما يقرأ في الجرائد، ما يقرأ في يعني الأخبار اللي قاعدة تصير حالياً، فيقع ضحية في جرائم. ترى والجرائم اللي قاعدة تصير مو المتهمين فيها أشخاص من البحرين، الأغلب ترى أشخاص من خارج مملكة البحرين. نعم. يستهدفون المملكة ولا المواطنين في هذه المملكة لطيبتهم ولا لأي شيء ممكن أنهم يقعون ضحية فيه. مثلا لو بتكلم حين بيقول لك أنه والله في شخص انتحر مثلا في دولة ما،
يعرف ان المواطن البحريني بيضغط على هذا اللينك على اساس يشوف يستقل الشخص ذي يعني مثل ما نقول الخبر الجاذب مثل ما تقول بحيث ان يعرف المواطن البحريني هذا انا الخبر برسله حق المواطنين البحرين وبيدخلون على ذي الخبر ومن خلال هذه ضغطتك بس على اللينك هو يقدر منه يخترق حسابك بالضبط ويقدر يستخدم حسابك في يعني توجهات مشبوهة في أمور ثانية في تغريدات لا سمح الله يعطيك العافية على هذه المعلومات الوافية والكافية مثل ما يقولون ونورتنا ونورت المشاهدين بحقوقهم وواجباتهم خاصة في مجال السوشيال ميديا أكيد وبعد احنا بنعول من خلال برنامجنا مجتمع واعي خليك واعي لا تسمح حق أي إشاعة لا تسمح أن أي كلام تسمعه تقوم تروجة مرة ثانية ترى هذه جريمة يعاقب عليها القانون البحريني حتى الكومنتات يعني اليوم معلومات كثيرة استفدنا منها ونتمنى كونوا واعيين مثل ما قالت لولو مثل ما قال نقيب محمد كونوا واعيين لكل معلومة توصلكم لكل رابط يوصلكم نقيب محمد عبد اللطيف عبد الله رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني يعطيك العافية وكل شكر والتقدير لكم بالتوفيق إن شاء الله لك ولجميع منتسبي الإدارة العامة يعطيكم ألف عافية مشكورين على وقتكم وأشكر الجمهور على المتابعة وأتمنى أن المجتمع يكون واعي شكرا يعطيكم ألف عافية شكرا.